مجزرة مروعة، مجزرة بشعة جدا ارتكبتها قوات النظام بقصفها لورشة تعمل في قطاف الزيتون هنا في بلدة خوقفين في جبل الزاوية. في هذا المكان كانت العائلة أو عائلتان تعملان على جني محصول الزيتون هنا في محافظة إدلب في ريف إدلب الجنوبي. الحصيلة الأولية حتى اللحظة هي 9 شهداء بينهم 6 أطفال في هذا الموقع. طبعا القصف كما نشاهد جاء مباشرة، لا تزال أشلاء المدنيين ملابسهم تملأ المكان، تملأ الأشجار أشلاؤهم حتى اللحظة. عملت فرق الدفاع المدني على انتشال جثث جثامين الشهداء، عملت على إسعاف المصابين من هذا الموقع، لكن حتى اللحظة لا يزال يوجد مفقودون. بعض الشهداء تحول إلى أشلاء، لم يتم إيجاده نهائيا. 6 أطفال وامرأتان بين الشهداء. حتى اللحظة لا توجد حصيلة نهائية. المكان المستهدف هو أرض زراعية، حيث يعتمد أهالي ريف إدلب بشكل كبير على موسم الزيتون. خلال جني هذا الموسم تم استهدافهم بشكل مباشر بعد أن حلقت طائرات الاستطلاع في الأجواء. تم رصد هذه الورشة أو هؤلاء المدنيين كما نشاهد هذا المكان، تم رصدهم وتجمعهم في هذا المكان لجني محصول الزيتون، وتم استهدافهم بالقذائف الصاروخية بشكل مباشر من قبل قوات النظام المتمركزة في مناطق ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب. طبعا هذه الحادثة ليست الحادثة الأولى حيث تقوم قوات النظام باستهداف ورش الزيتون وورش قطاف الزيتون بشكل مستمر من معسكراتها ومعاقلها المتمركزة في المنطقة. عدة حالات أو عدة حوادث تم ارتكاب مجازر فيها من قبل قوات النظام خلال قصفها للمدنيين الذين يعملون على جني محاصيل الزيتون.